بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير دايما يا رب. وصفتنا النهاردة حبايبي حاجة حلوة خالص، البطاطا الحلوة المسكرة. انا عملتها لكم بطريقة قبل كده بالبشاميل، هعملها لكم المرة دي بطريقة مختلفة خالص وجميلة وخفيفة. اللي بيقول البشاميل دسم، لا انا هعملها له المرة دي بطريقة خفيفة هتعجبه ان شاء الله، وتبقى لذيذة وما يخافش منها وياكل ولا يهمه. دي البطاطا كده خلاص جبناها وغسلناها وقطعناها. المهم تغسلي البطاطا كويس، تنقعيها الاول في ميه لان البطاطا درنيات بتبقى فيها طينه، فانقعيها شويه في الميه وبعدين بفرشه او بليفه مواعين تكون بتاع الاستخدام للغسيل الحاجات دي بس، او فرشه صغيره كده تكون مجهزه للحاجات دي عشان تنضف منك كويس، وتقشريها وتقطعيها حتت صغيره كده ونحطها. احنا حطيناها على النار اهو، هنحط فيها بقى فيها ايه حبايبي؟ هنجيب كوبايه سكر، هنحطها بسم الله الرحمن الرحيم عليها. الكوبايه دي على حسب الكميه، انا عامله كميه كبيره لاني هعمل نوعين من البطاطا، هعمل صينيه بالبشاميل وهعمل بطاطا اللي انا بقول لكم عليها اللي هي بطاطا فرن. هتشوفوها دلوقتي شكلها عامل ازاي. احنا حطينا كوبايه سكر، هنحط كمان كوبايه ميه. انت لو عامله كميه اقل من كده حطي نص كوبايه سكر ونص كوبايه ميه، او كوبايه ميه بس. ايه الميه دي اللي هتسويها. هنسيبها بقى كده على نار هاديه لحد ما تستوي خالص، السكر ينزل ويتكرمل كده، ونبدا نهرس فيها ونشوف هنعمل ايه. نسيبها بقى على نار هاديه حبايبي لحد ما تستوي ونرجع لكم تاني حبايبي. واتسلقت يعني حبايبي كده على نار هاديه خالص لحد ما شربت ميتها وفصلت كده عن بعضها. اهي ههرسها بقى كلها كلها كده، ههرسها كويس قوي وبعدها واقسمها نصين وارجع اقول لكم هنعمل ايه في كل نص ايه. ودي البطاطا حبايبي بعد ما قسمتها وعملت نصين، نص صينيه بالبشاميل المسكر وحطيتها في الفرن، وده النص التاني قلبته كويس ونعمته خالص. ونشوف هنحط عليه ايه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كوباية لبن حبايبي، ودي معلقة نشا كبيرة، ومعلقة ونص تقريبا او معلقتين او باكو كريم شانتيه، باكو بحاله عامل حوالي معلقتين الا شوية كده، ومعلقتين نشا ولبن. هنحطهم عليه على بعضيهم بسم الله الرحمن الرحيم كده ونقلبه كويس. البارد على البارد علشان ما يكلكعش منك، النشا بتكلكع منك لو انت عملتيه على بميه سخنه او بلبن سخن. نقلب كويس ونروح نشوف هنروح نحطه على البطاطا. واحنا بنقلبه كده نحط عليه كمان ايه معلقه فانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفانيليا دي بتدي له ريحه جميله قوي، الفانيليا السايده بالذات ريحتها بتظهر اكتر من اللي هي البودره. نقلبه بقى كويس ونروح نحطه على البطاطا ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. معلش التليفون كان هيقع مني كده كده. ايا قلبناها تاني هيا ورجعنا بقى نحط عليها اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب كويس. نقلب كويس لحد ما ايه يمتزج في بعضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة دي تحفة يا جماعة، وخفيفة وخفيفة جدا. لا تقولي بقى ايه فيها دهون ولا اي حاجة تخلي طعمها تقيل عليكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط عليها بقى المكسرات اللي انت عايزاها. انا عندي هنا هون ده سوداني وزبيب وجوز هند، نحط عليه المكسرات اللي عندك حطيها، مش عايزة براحتك اللي انت عايزاها، بس الحاجات دي طبعا بتعزز الطعم وبتخلي لها قيمة غذائية عالية. قلبي بقى كويس. انا هي عايزة شوية لبن كمان، هحط لها كمان شوية لبن افكها.
بقى كمان كوبايه، يعني نص كوبايه لبن كمان كده، ونشوف هنعمل فيها ايه. كده يا حبايبي اهي، كده بقى سليمه كده، وده القوام بتاعها كده. خلصت؟ لا لسه ما خلصتش، لسه التقيل جاي. هنشوف هنعمل فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، نطفي عليها بقى النار، ونشوف بقى اخر تكه والشغل العالي. طفينا النار اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. خلي قوامها كده، فيها المكسرات، حطي المكسرات اللي انت عايزاها، مش عايزه تحطي براحتك، هتبقى حلوه بردك، بس طبعا الحاجات المكسرات دي بتعزز الطعم وتخلي القيمه الغذائيه بتاعتها بتبقى عاليه. فحاولي ايه تفيدي اولادك بكل حاجه ممكن تنفعهم. يلا نشيلها كده ونشوف هنعمل ايه. شوفي بقى كده، انت عندك كذا طريقه ممكن تعمليها بيها. يا اما تجيبيها، تجيبي صينيه كبيره تحطيها فيها وتحطيها في الفرن، تحطي على وشها القشطه، يا اما تجيبي طواجن او اطباق صغيره زي دي كده. الاطباق دي بتبقى موجوده عندي على طول، عشان بعمل فيها رز بلبن وبحطها في الفرن، الولاد بيحبوها. تعمليها بقى ايه في اطباق زي دي كده، عشان تبقى خفيفه، كل واحد ياخد طبق، بدل ما تقطعي وتحطي في اطباق، لا ياخد الطبق كده على طول، يبقى سهل في الاكل، وتتخلصي على طول من اي حاجه ما تتوسخش عندك. يبقى ايه، نجيب لك بقى زي دي، او طاجن او صينيه تحطي فيها المكونات، البطاطا كلها. هناخد كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واحد واحد كده، نعم حبيبي. هحطهم كلهم كده وارجع لكم تاني. وكده حبيبي بعد ما عبيتهم، حطيت عليهم كمان شويه سوداني كده على الوش، لان الولاد بيحبوا السوداني. وكمان عملت طاجن، طاجن وصايا ده متوسع عليه كده ومليان حاجات كتير. كده خلص؟ لا لسه ما خلص، لسه ايه بقى فاضل ايه. دي ده قشطه مدوباها في شويه لبن، هنحطها على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم، كده هنحط القشطه دي بقى، تدي له بقى وش جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نسيت اقول لكم ان انا حاطه فيه معلقتين سمنه بلدي، وهو في يعني بعد ما وانا بدوبه بهرسه مع بعضيه، بتدي له طعم جميل قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحطه بقى في الفرن ونشوفه بعد ما يطلع شكله ايه. استنوني حبايبي، حطه في الفرن ونرجع لكم تاني. دي الصينيه اللي انا عملتها بالبشاميل، طلعتها علشان احط الصينيه الثانيه، لان بحطها على الرف الوسطاني، فدي طلعتها الاول والثانيه دخلتها الفرن. انا بوريها لكم اول ما طلعتها كده، قبل ما حد يعتدي عليها ويبوظ شكلها، على بال ما الدنيا مع التانية تطلع. دي كانت واحدة، والتانية ان شاء الله في الفرن هوريها لكم بعد ما تخرج. انا بقول لكم حبايبي، اللي عايز يعرف طريقة صينية البطاطا بالبشاميل المسكر، انا عملتها لكم قبل كده، يرجع للقناة هيلاقي الفيديو كامل ازاي اتعملت وطريقتها ازاي. انا النهاردة بس مني عاملة كمية، فقلت اعمل نص كده ونص كده، وحبيت اعرفكم النص التاني بيتعمل ازاي بطريقة مختلفة وشكل تاني غير البطاطا بالبشاميل. وبيجي شكلها حبيت اصورها لكم قبل ما يحصل عليها اعتداء، ومش حدش هيستنى، كله هياخدها تتاكل، فمش عارفه اصورها لكم على بال ما تطلع الصينيه الثانيه. واستنوني بقى حبايبي بعد ما تطلع الثانيه من الفرن. ودي شكلها النهائي حبايبي بعد ما طلعت من الفرن. وجبه جميله وخفيفه. انت عايزه تحطي مكسرات كمان حطي، انا حاطه في جزء، والجزء الثاني لا، لان في اللي بيحبها على الوش وفي اللي بيحبها جواه، فلازم ارضي جميع الاطراف. دي كانت وجبتنا النهارده بالبطاطا، وجبه خفيفه وسهله لاطفالك الصغيرين ولولادك الكبار، مغذيه للكبير وللصغير بطريقه سهله.
وشكل جميل يفتح نفسهم ويخلوهم ياكلوها. اللي بيقولك لا على البطاطا كده هياكلوها ويتغذوا فيها، كل قيم غذائيه عاليه. لو انت عايزه تاكلها لهم من غير، لو هم اطفال صغيرين قوي ممكن تاكلها لهم من غير ما تحطيها في الفرن كده او كده، يعني هي تتاكل كده او كده. ودي كانت وصفتنا النهارده يا حبايبي، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات عملتوها ازاي وعجبتكم ولا لا. واستنوني في وصفات تانية كتير وحاجات حلوه كتير قوي اعملها لكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وشيروا الفيديو للكل يستفاد. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. مع سلامه الله.